السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع بجاية لنقف على الأشغال تاع المحطة لتحلية مياه البحر اللي تقع على الساحل ولاية بمنطقة غرد حوالي 10 كيلومتر على مدينة بجاية، واللي حسب الصور الأشغال ما زالت في بدايتها. هذه المحطة التي تسع إلى 300,000 متر مكعب يوميا، واللي في الوقت الراهن عندنا 3 محطات راهي قيد الأشغال بهذا الحجم، وثلاثة محطات أخرى بأقل سعة، وكذلك في 4 محطات مبرمجة في الأجل القريبة جدا. إذا نترككم تتابعون هذا الفيديو. السلام عليكم.